السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد. هنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السودورك ورسمة كنترول هاندل على السودورك. درس النهاردة الدرس التالت، عايزين نرسم فيه الريتيننج رينج أو اللي هي الوردة المشوقة. تمام، فهفتح السودورك وأقول له نيو، أقول له بارت أوكي، وهبدأ مثلا أرسم في التوب بلان، أقول له سكتش، أرسم مثلا دايرة ودايرة تانية، أخلي مثلا القطر ده اللي هو 7.4، والقطر الخارجي وليكن 9.1، وبعد كده ممكن أرسم مستطيل من هنا كده، ده كده من هنا لهنا 2.2، وهو كله 4.4. تمام، ممكن بعد كده اعمل ايه؟ ممكن اعمل تريم، اقطع ده كده واقطع ده كده. ممكن ارسم بعد كده دايرة من هنا، واحدة تانية هنا، وأقول له سمار دايمنشن، اللي هي الدايرة اللي بتخش فيها مثلا حاجة أو سكينة أو شوكة ولا حاجة، علشان ايه؟ علشان تفتح اللي هي الوردة دي. تمام، كده هظبطها بالظبط. ممكن ارسم بقى مستطيل من هنا كده لحد هنا مثلا، اقول سمول دايمنشن ان قطره 1/10 كده، واقول تريم، اقطع ده واقطع ده كده. كده اقول لك ذا سكتش، واقول لك اكسترود للباوندري ده على 7/10، واقول له صح كده الوردة المشهورة معايا. تمام، اقول له بعد كده سيف واسميها ريتينينج رينج، واقول له سيف او ريتيننج سبرينج او اي حاجه. تمام، ده كده كان الدرس التالت معانا في سلسله دروس بروجكت على سودورك وازاي ترسم كنترول هاندل. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار ابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سودورك عربي، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو على اليوتيوب. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.